هل يخرج الزكاة عن ذهب الزينة حيث أن مقداره حوالي 400 جرام، وإذا كان تجد الزكاة هل تخرج أيضا عن الذهب الذي اشتريته لابنتي أو أهديته لها؟ وما هو مقدار النصاب في الذهب؟ وهل ينقص من مقداره حد النصاب أم لا؟ وهل يخرج عن السنوات السابقة؟ وإذا لم يوجد مال فماذا نفعل؟ هل نخرج من بلدنا أم من البلد الذي نحن مقيمون فيه؟ جزاكم الله خيرا. زكاة الحلي من الذهب أو الفضة المعد للاستعمال أو العارية إذا بلغ النصاب فأكثر، فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للنماء، وإنما أعد للاستعمال مثل الثياب، مثل المسكن، مثل الدواب التي تركب والسيارة التي تركب، كل هذه ليس هي الزكاة. فكذلك الحلي لأنه من جملة المستعملات. وذهب بعض أهل العلم إلى وجود الزكاة فيه لعموم الأدلة والأحاديث، وردت خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي عموما. ومن أراد أن يزكيه اعتمادا على هذا القول خروجا من الخلاف وإبراء للذمة فهذا أحسن. أما مقدار النصاب فهو بالمفاصيل نصاب الذهب 20 مثقالا، وهي بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف جنيه تقريبا. وأما بالغرامات فمقدارها 92 غراما. 92 غراما. جزاكم الله خيرا. معناته إذا كان هذا هو نصاب الزكاة 400 جرام عليها حينئذ زكاة، ما زاد عن ما بلغ 92 غرام فأكثر ففيه الزكاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسأل إذا لم يكن لدي نقود فما الحكم؟ وهل أخرج في بلدي الذي أنا منه في الأصل أم أخرج في البلد الذي أنا مقيمة فيه؟ من وجدت عليه زكاة مال من حلي أو غيره فإنه يخرجها في البلد الذي فيه ذلك المال، في البلد الذي فيه ذلك المال، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وإذا لم يكن عند المسلم مال في الوقت الحاضر يخرج الزكاة منه فإن الزكاة تبقى في ذمته، فإذا أيسر فإنه يخرجها في البلد الذي فيه المال. وإن نقلها إلى بلد آخر لكونه قريبا من ذلك البلد، أو لكون هذا البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء وينقلها إلى بلاد فيها فقراء، أو هناك فقراء أشد حاجة، يجوز نقل الزكاة على الصحيح لغرض صحيح، لغرض شرعي صحيح. لا. جزاكم الله خيرا. يبدو الشيخ صالح أنه مر عليها سنوات لم تزكي حليها، فما هو توجيهكم لها وقد سألت؟ إذا في المستقبل إذا أرادت، ما دام من اللبس والاستعمال، نعم، فلا نرى أن فيه زكاة واجبة إلا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. طيب، فتزكي للمستقبل إذا رأت ذلك، نعم. وأما الماضي فأما الماضي فليس عليها فيه شيء ما دام أنه في الاستعمال. بارك الله فيكم.